بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مستمرين يا حبايبي في الأفكار الخاصة بالتوزيعات للأطفال. خلاص حبايبي، هذه الأفكار اللي حسويها دحين بإذن الله يعني تصلح لمناسبات الأطفال، تصلح للأعياد، تصلح للمواليد، تصلح للنجاح. خلاص حبايبي، حنسوي للأولاد وللبنات. خلاص حبايبي، طبعا في شكل جدا اليوتيوبرز ما بقي احد ما سواه، اليوتيوبرز اللي بيتخصصين في الاعمال اليدويه، فانا حسوي ده الشكل معاكم، لكن حابدع اشياء تانية انه صراحه في مجال كبير للابداع. خلاص حبايبي، هنا ايش حنحتاج؟ حنحتاج ورق ملون، ممكن تجيب بقايا الورق نستفيد منها، بقايا الورق الملون. هنا عندي دانتيل زي ما انتم شايفين، الألوان اللي تبغوها أو التنتن إيش تقولوا عليه. عندنا هنا حستخدم قطعة جدا صغيرة من هذا الفلين المضغوط اللماع باللون الذهبي. بس حبايبي حستخدم هذا الجسم، هذه الأكياس الورقية. بس حبايبي موجود في السوق بأحجام مختلفة، أنا اخترت الحجم الصغير. بس حبايبي هنا عندنا أوراق الكب كيك، برضو حستخدمه في نموذج من النماذج. كمان للتزيين ممكن ندخل هذه الفصوص الملونة. عندي الحلويات أشكال مختلفة، طبعا غير المسدس. يا تعال نشوف الفكرة الأولى أو الشكل الأول. طيب يا حبايبي، الفكرة الأولى خلونا نسوي الفكرة اللي كل اليوتيوبرز شفتهم بينفذوا هذه الفكرة. شوفي حبايبي، بنزل من هنا 2.5 سم ومن هذه الجهة. خلاص يا حبايبي، أقص إلين اليد هذه، قص عادي بدا الشكل. شوفوا من الجهتين، قص كده طيب. هنا حاجي افتح كده، قص خلاص حبايبي كده بهذا الشكل، اطوي كده. خلاص حبايبي كده نفس الشيء، اسوي الجهه الثانيه. شوفوا يا حبايبي، بعد ما قصينا من الجهتين اجي هنا اسوي خط مايل بهذا الشكل. شوفوا الحين اقص هذا الخط خلاص، واسوي الجهه الثانيه كمان زيه بهذا الشكل. شوفوا اجي هنا اخذ نفس الشيء طيب يا حبايبي. شوف كده انا حطيت الحلويات. كمان قبل ما نقفل هذه اللياقة احسن نسوي الكرافتة. ايش كيف حسويها؟ اجيب ورق ملون بهذا الشكل او ممكن ورق ابيض عشان تسووه باترون. حطوي الورقة معايا زي كده، هذه اسهل طريقة للرسم يا حبايبي. وانا زيكم والله ما اعرف ارسم، لكن ما شاء الله دي الطريقة جدا سهلة. شوفوا اول شيء رسمت بهذا الشكل، خط زي كده، ارسم بعدين خط كده خط. خلاص دحين انزل اوريكم، هو ان شاء الله اكبر لكم الصوره كده. نزلت بخط بهذا الشكل، دحين حسوي المثلث المعروف في الكرفتات. خلاص حبايبي هذا الشكل، شوفوا شكل الكرافتة. دحين بس نقصها. طيب شوفي حبايب الكرافتة هذا شكلها بعد ما فتحتها. تعالوا دحين نلصق بهذا الشكل، لصق الجهتين كده والجهة الثانية حبايبي زيها. خلاص اي زيادة مثلا تشوفوها عادي انتو تقدروا تصلحوا في هذه المرحلة بالشكل كده يا حبايبي. يلا دحين نحط الجهتين على بعض. اجي احط كده، قفل الياقة. بس انتبهوا اهم شيء زي ما اقول لكم، اول شيء يا حبايبي حطوا الحلويات. الحين اجي احط الكرافتة كده في المنتصف. بس يا حبايبي هذا الشكل
هذا الشكل الأول انتهينا منه، ايش رأيكم فيه؟ هذا اللي نفذوه معظم اليوتيوبرز، بس أنا طبعا يا حبايبي شفت إنه في مجال كبير جدا للإبداع. تعالوا نشوف الفكرة الثانية مع بعض حبايبي. هذه الفكرة الثانية برضو خاصة بالأولاد لأنه جدا مقصرين معاهم. أسوي نفس الفكرة الأولى، هقص من هنا أنزل، نزلت 2 سم ونص على حسب الكيس اللي عندكم. هذه حيكون عرض الياقة. خلاص يا حبايبي أقص الجهتين بدا الشكل، أقص كده أقص كده عشان نسوي ياقة زي ياقة التوب يا حبايبي، زي الفكرة الأولى. فتحت الكيس بهذا الشكل خلاص عشان أسوي الياقة بهذا الشكل. شوفوا ياقة التوب، طبعا انتوا تعرفوا ياقات التوب، يا اما تجيكم كده مستقيمة يا اما يعني على كيفكم، ممكن تخلوها كده مستقيمة، ممكن تسووا الكولا الصيني. انا شوفوا انا درست الخياطة عشان كده عندي يعني عندي خلفية حلوة. شوفوا اسوي الكولا الصيني رسمته بهذا الشكل، شايفين يا حبايبي؟ ممكن تخلوه زي ما هو على كيفكم كده، اذا تبغوه كده اوكي، ما تبغوه سوي الكول الصيني بهذا الشكل. شوفوا هذا شيء يعني انا اقول لكم يرجع لكم. اسوي الجهة الثانية كمان نفسها خلاص حبايبي وارجع لكم. شوفوا يا حبايبي هنا حطيت الحلويات، الحين ابدأ خلاص اقفل، لا تنسوا دي النقطة. شوفوا حطيت خط كده في المنتصف بكده لون كده شوية غامق، اوريكم هذا حنحط عليه ايش، هنحط عليه الازارير. الحين نبدا نقفل يا حبايبي كده تقفيل عادي ولا شيء كده. خلاص حبايبي احط الياقه على الياقه، بس اول شيء اسوي الطبقتين دول مع بعض بالغرة. يلا وانا اسويها كمان وارجع لكم عشان نسوي يا حبايبي. شوف يا حبايبي بعد ما ثبتتهم مع بعض كده احط ثبت بالغرة هذا الشكل. شوفوا شكله مرة حلو وبسيط. شو حبايبي اسوي ازارير، يعني يا ريت لو عندكم ازارير جاهزة كمان البيضة حلوة تطلع، ادمجوا في القامات مو لازم. شو انا الحين حاضطر اني ارسم كده بيدي، شوفوا وحكرر حسوي هنا 3 حبات. خلاص حبايبي احبرها كده عشان تكون واضحة. هذه هي الفكرة الثانية بعد ما خلصنا منها. تعالوا نشوف الفكرة الثالثة والرابعة، حتكون خاصة في البنوتات. يلا تعالوا يا حبايبي الفكرة الثالثة خاصة في البنات، جدا سهلة. حسوي ياقة من الورق حق الكب كيك، لكن خلونا في البداية نسوي زينة نعتبرها زي فستان. خلاص يا حبايبي ابغى احط زي كده، ابغى الصق الدانتيل بهذا الشكل. بس يا حبايبي شوفوا هلصق الدانتيل كده، وححط فصوص هنا في الصين، حط من الفصوص اللون البمبة حط 2. نبدأ طبعا انا اقول لكم دايما ما ابغى اطول عليكم الفيديو، ابدأ كده الصق من اول الكيس لاخره كده يا حبايبي. شوفوا يا حبايبي بعد ما لصقت التنتنة بهذا الشكل باينة عادي، ممكن ندمج بين الخامات ما في أي مشكلة. حطيت الحلويات زي ما انتم شايفين. تعالوا دحين نسوي الياقة كده بمنتهى السهولة. شوفوا يا حبايبي امسك القطعة دي واتنيها، هذه ممكن تسوي منها مجموعة كبيرة، هنسوي ياقة حلوة بمنتهى السهولة. طبعا يا حبايبي الأوراق هذه الخاصة بالكب كيك ما شاء الله يعني متوفرة في السوق، بديك كمية ب5.75 ريال. هلا شوفوا يا حبايبي كده مجرد اني بس كده انزل بيها فقط، ايش رايكم فيها؟ جدا جميلة وغير مكلفة والله ولا اي حاجة كده. بص حبايبي ده شكلها حلو، لصقها طبعا، تعالوا نلصق. بس كده نكون قفلنا، هنحط داج مش كتير في الامام وفي الخلف. خلاص حبايبي ايش رايكم يا حبايبي في الفكره بعد ما انتهينا من تنفيذها؟ جدا سهله هذه الفصوص. ممكن يا حبايبي ايش اقول لكم، يعني ممكن تخلوها كلها ورق، يعني مو شرط، ممكن تقصوا كده دوائر ورق وتحطوها، بس كمان الدمج بين الخامات جدا رائع
ايش رايكم في دي القطعة الفنية البسيطة؟ صراحة بسيطة، هذه من افكاري حبايبي، مجال جدا واسع يعني للابداع. تعالوا نشوف الفكرة الرابعة برضو خاصة بالبنوتات. طيب يا حبايبي، الفكرة الرابعة برضو خاصة بالبنوتات، بس احنا ما حنقص من كده ونسوي ياقات زي حقة الاولاد. بدي اسوي كولة خارجية، حتى حقة الاولاد اللي وريتكم هي ممكن تسووا انتوا كولة خارجية. خلاص حبايبي، بس انا وريتكم الطريقة اللي منتشرة في اليوتيوب. في حبايبي هذه الطريقة بيضة، طريقة حلوة، في بعض اليوتيوبرز مسوينها، بس انا طبعا هذه الاشكال يعني من ابداعي صراحة، جدا سهلة. بس جيب ورقة بهذا الشكل تقريبا كده 4 سنتي، بحيث انها كده يا حبايبي تلف بزيادة على نفس اليدات، هذه تلف تكون بزيادة. بس هذه هي الفكرة. بس حبايبي الحين بعد ما طويتها بهذا الشكل بسوي كولا اسمها الكول بيبي. بس حبايبي كولا جدا سهلة. شوفي حبايبي، بس انا يعني مسوية باترون عشان ابغى الاشياء كلها زي بعضها بهذا الشكل. شوفوا، مجرد انك تاخدي كده تدويرة دوران، بس انا عشان ايش ابغى المجموعة اللي سويتها تكون كلها زي بعض. خلاص حبايبي كده دائرة. طيب شوفوا الكولا بهذا الشكل، قبل ما ألصقها وقبل ما أسوي أي شيء أبغى أزينها بهذه الفصوص. شوفوا بهذا الشكل، هذه طبعا تجي معاها الغرح الخاص بيها، ممكن تجيبوا الموجود في السوق. يعني طرق التزيين جدا، مجال واسع جدا، انتوا تتفننوا تحطوا ممكن ألوان مختلفة، هذا شيء راجع لكم. خلاص حبايبي. طيب يا حبايبي، قبل ما نركب الياقة، هي خلصت تزيينها، حطيت طبعا الحلويات زي ما اقول لكم. دحين جبت كده قصيت قطعة يعني جدا نحيفة من الفلين المضغوط اللي وريتكم، هو ابغى اسوي زي سلسلة. خلاص حبايبي، لو عندكم سلسلة والله حلو حطوها، بس انا حسوي هذا الشكل لانه ما عندي سلسلة. شوفوا، هاجي كده قبل ما نركب الياقة اثبت بهذا الشكل. خلاص يا حبايبي، اثبت قطعة بهذا الشكل. شوفوا عندي هذه التنتنة، ممكن انا قصيتها واحدة، ممكن اخليها بهذا الشكل يا حبايبي. خلاص تكون زي القلادة كده تكون نازلة منها هذه الوردة، بس انا حسيتها كده عرزة ما كبيرة، فرحت اخذت قصيت من منتصف، قصيت هذه القطعة حبايبي. خلاص قصيت القلب، حطيت عليه قطعة من الفصوص، قلت خلاص هذه حتكون زي التعليقة. خلاص حبايبي كده حسوي هذا الشكل، ثبت القطعة دي من الجهتين. شوفي حبايبي، بعد ما ثبت، هي طبعا هنا مفلوتة، فأنا أجي أثبت في المنتصف، اثبت الفص اللي سويته. بس حبايبي كده نقطة كده من الغرة، ثبت هذا الفص اللي سويناه. طيب يا حبايبي، باقي علينا تثبيت الكولا. طبعا الكولا حتكون بهذا الشكل، ثبتوها بنقطة غرة. خلاص حبايبي، تكون اهم شيء كده في المنتصف. ممكن اسوي كده، هنا كمان نقطة. ثبتها يا حبايبي من الخلف بدا الشكل، ثبتها برضو بنقطة غرة من الخلف. هذا شكلها يا حبايبي بعد ما انتهينا منها، ايش رايكم فيها؟ تعال نستعرض الاشكال اللي سويناها هذا اليوم. يا حبايبي الأفكار، بعد ما انتهينا من تنفيذها، طبعا مسوية نسختين من كل موديل، ايش رايكم فيها؟ رب تكون عجبتكم، يا رب تكون سهلة في تنفيذها. ان شاء الله يا حبايبي تكون أفكاري يعني حلوة اللي بسويها لكم، بأتعب فيها والله، وانت والله هديكم لا في تفاعل ولا في، والله العظيم جدا زعلانة منكم. كل هذا بسويه على امل انه يا
يعني كلنا نستفيد. خلاص يا حبايبي، حتى فكرة التوزيعات هذه ممكن تكون باب رزق، بس أنا صراحة ما أقدر أسوي كميات وما أقدر على ذا الشغل يعني، عارفين. بس أنا يعني حلوة حلوة إنها تكون هذه الأفكار باب رزق، واحدة تتخصص كده في التوزيعات. وطبعا تدخل قناتي قنوات كتير يعني على اليوتيوب وغيرها، ما شاء الله كلهم بيسووا أفكار فنية كتير، يعني من ضمنها الأفكار الخاصة بالتوزيعات. كل المناسبات الحين، كل المناسبات تحسي بيخترعوا لها يعني توزيعات. خلاص يا حبايبي، ربي تكون الفكرة عجبتكم. حبايبي دعموني بلايك وشير، اشتركوا في قناتي لو أعجبتكم، فعلوا زر الجرس علشان يوصلكم مني كل جديد. جزاكم الله خير على المتابعة، شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.